أرحب بضيفنا في النقاش الأستاذ فؤاد شفيقي، المنسق العام للمشروع الوطني للقراءة والمفتش العام للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. أستاذ فؤاد، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا. شكرا أختتي ماد على هذه الاستضافة. شكرا لك. أولا، صحيح أن هذا المشروع الوطني للقراءة وصل إلى دورته الثانية، لكن لا بأس أن نعود إلى طبيعة هذا المشروع. ما هو؟ مشروع الوطني للقراءة هو واحد حاجة مجتمعية في المجتمع المغربي، بحيث أنه كل التقارير الدولية حول القراءة في العالم العربي وليس فقط في المغرب تبين على أن منسوب القراءة هو ضعيف جدا مقارنة بالدول الرائدة المتقدمة في مجال القراءة، بحيث أنه الإحصائيات الدولية المتوفرة تبين على أن المواطن العربي بشكل عام والمغربي بشكل خاص عدد الدقائق التي يقرأ فيها خلال السنة هو عدد ضعيف جدا ولا يلقى إلى ما تمنع. المجتمعات بشكل عام أوكلت إلى المدرسة وإلى المجال الثقافي بشكل عام مهمة النهوض بالقراءة، ولكن هذه المهمة ليست لا تقوم بذاتها بشكل تلقائي، هي محتاجة الأدوات للدعم. بين هذه الأدوات للدعم هناك المسابقات، الدول الغربية مثلا المسابقات بين المؤسسات التعليمية في كل ما يتعلق بالقراءة هي أداة من الأدوات المساعدة على دعم القراءة لدى الناشئة. واش الناشئة بوحدها هي اللي معنية بالقراءة؟ الجواب لا، لأنه القراءة أو الاطلاع على المكتوب ومرافقة الكتاب يهم جميع المواطنين سواء كانوا أطفال أو شباب أو كهول أيضا في مختلف الأعمار. مختلف الأعمار، وبالتالي وصلنا واحد الوقت لأنه الاشتغال كان على مستوى وزارة التربية الوطنية بإدماج واحد العدد نتاع الأمور في منهاج دراسي، من هالحكايات باش تكون واحد القراءة الاعتيادية إلى غير ذلك. وصلنا أنه المدرسة وحدها لا تكفي للنهوض بالقراءة في المجتمع، وبالتالي ضرورة الاشتغال على واحد الرباعي اللي تدخل نتاعه في المجال نتاع القراءة والاشتغال نتاعه على المجال القراءة ممكن أنه ينهض بالقراءة، ولكن على المدى المتوسط والمدى البعيد، لأنه هذه مشاريع مجتمعية نتائج نتاعها ما تكونش نتائج لحظية. صحيح. طيب، ما هي طبيعة هذا الرباعي وما هي ملامحه أستاذ فؤاد؟ هذا الرباعي مكون من أربعة مكونات رئيسية اعتبرناها. الأولى هي التلميذ في المدرسة، ومتى نقول التلميذ في المدرسة من السنة الأولى ابتدائي حتى السنة البكالوريا. المكون الثاني هو الطالب الجامعي أو ما بعد البكالوريا، من السنة الأولى ما بعد البكالوريا إلى الحصول على الدكتوراه اللي هو على دبلوم. المكون الثالث هو الأستاذ الذي يدرس في التعليم المدرسي السنة الأولى لسنة البكالوريا. والمكون الرابع هي المؤسسات التي ترعى القراءة في المجتمع، وهذه المؤسسات المؤسسات التعليمية، المؤسسات الأكاديمية، المؤسسات الجامعية أيضا، ولكن هناك مؤسسات أخرى ممكن أن تكون راعية للقراءة في المجتمع، منها مؤسسات المجتمع المدني، جمعيات، منها دور النشر، منها المكتبات سواء الجماعية أو المكتبات تاع وزارة الثقافة أو دور الشباب، منها أيضا المؤسسات الصحفية والإعلامية. نعم. التي يمكن يكون عندها مشروع من بين المشاريع ديالها، لأنهم مؤسسة صحفية تشتغل على أشياء أخرى، ولكن يكون بين مشاريع عام مشروع النهوض بالثقافة وبالقراءة داخل المجتمع. كل هذه المؤسسات ممكن أن تشارك في المسابقة أو المكون الرابع اللي هو المسابقة المتعلقة بمؤسسات تنويرية. كل مسابقة إلا وعندها وضعنا لها قواعد، وباش نشير من البداية في حقها باش يكون الأمر واضح، المشروع الوطني للقراءة جاء نتيجة شراكة اللي كنا بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة البحث العلمي اللي هي مؤسسة إماراتية من دبي رائدة في المجال نتاع القراءة في اللغة العربية. الإضافة اللي كانت بالنسبة لمشروعنا في المغرب هو أن القراءة تكون سواء باللغة العربية أو باللغة الأمازيغية. نعم، وهذا أمر مهم جدا طبعا باعتبار أن اللغتين هما معا رسميتان في المغرب. صحيح. رسميتين تاع البلاد. وهذا فيه من جهة تشجيع
القراء على النهل من الكتب المكتوبة باللغة العربية وباللغة الأمازيغية، وتشجيع المبدعين والمؤلفين أيضا على الإنتاج باللغتين. الموجه للناشئة واليافعين في هذه المجالات. معناه أن المسألة لا تتعلق فقط بالمعنيين بالأمر اللي هما الطلبة والتلاميذ، ولكن أيضا بالكتاب وبالمبدعين، لأنه انتشار الكتاب هو رهين أيضا بانتشار الإبداع وانتشار صحيح. الإنتاج الثقافي في المجتمع. نعم. طيب أستاذ فؤاد شفيقي، كيف يمكن المشاركة في هذه المنافسة، وأيضا هل هناك إمكانية للتسجيل بشكل إلكتروني كذلك؟ طبعا طبعا، هو المشاركة باستثناء تلاميذ المدارس، سواء كانت مدارس عمومية أو مدارس خصوصية أو مدارس تعليم عتيق التابعة لوزارة الأوقاف، عندهم الإمكانية التسجيل انطلاقا من المنصة نتاع المشروع. يكفي كتابة المشروع الوطني للقراءة باش يخرج العنوان في المنصة، ولكن يتم الاشتراك أو المشاركة من طرف المدرس. لابد من أن يكون أستاذ أو مدير أو أستاذة أو مديرة هو اللي يسجل التلاميذ نتاع المؤسسة. هذا بالنسبة للفئة الأولى اللي هما التلاميذ من السنة الأولى ابتدائي للسنة نتاع البكالوريا. بطبيعة الحال هاد التلاميذ نتاع السنة الأولى لسنة البكالوريا هما نفسهم موزعين إلى أربع فئات. الفئة نتاع الثلاث سنوات الأولى كاين شروط نتاع المشاركة، عدد الصفحات نتاع الكتب، عدد المجالات اللي ممكن يشتغلوا عليها. كاين مستوى من الرابع ابتدائي، المستوى السادس هو الفئة الثانية، مستوى الإعدادي فئة ثالثة، والمستوى نتاع الثانوي التأهيلي فئة رابعة. هاد التلاميذ تسجلوا من طرف المشرف عليهم اللي هو يمكن يكون المدير أو المديرة المؤسسة أو أستاذ أو أساتذة من المؤسسة. نعم. يكفي أنه يتم التسجيل، لأنه في المنصة كاين أسماء المؤسسات، يمكن يختار اسم مؤسسة، المديرية الإقليمية اللي موجودة فيها، الأكاديمية اللي موجودة فيها، يقوم بالتحميل نتاع واحد الملف إكسل اللي يكونوا فيه الأسماء نتاع التلاميذ المشاركين. هذه شروط المشاركة. نعم. بالنسبة لطلبة الجامعات ما كاينش شي حاجة سميتها مشرف. طلبة الجامعات أو التعليم العالي غير الجامعي، مؤسسات البكالوريا فما فوق، يمكنهم يتسجلوا بشكل شخصي. شريطة إدخال الرقم الوطني للطالب والمؤسسة التعليم العالي اللي كيدرس فيها الطالب. نعم. باش يمكن التأكد من أنه فعلا مسجل في هذه المؤسسة. طيب بالنسبة للأستاذ، بالنسبة للمكون الثالث اللي هما الأساتذة، جميع الأساتذة اللي كيدرسوا في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي عمومي خصوصي تقليدي أو عتيق يمكنهم يتسجلوا. بطبيعة الحال حينما يتسجلون بشكل شخصي، المفروض في هذه الفئات اللي تكلمت عليها الأولى والثانية والثالثة، التلاميذ والطلبة والأساتذة، أنه يكونوا قرأوا 30 كتاب خلال السنة الدراسية. التسجيل بدأ في شهر نوفمبر الماضي وغادي يستمر حتى لنهاية شهر أبريل المقبل من 2024. في نهاية شهر أبريل غادي توقف التسجيل، وغادي يبقاو المشاركين في المسابقة هما الناس اللي تسجلوا بين نوفمبر ونهاية أبريل 24. بالنسبة لهذه الفئات الثلاث أو هذه المكونات الثلاث، عندنا ثلاثة أنواع للمسابقات. الأولى مثلا بالنسبة للتلاميذ تدخل المسابقة على مستوى المؤسسة وعلى حساب العدد، تتكون واحد النوع نتاع التناسبيه بين العدد نتاع اللي كملوا 30 كتاب والعدد نتاع التلاميذ اللي كيترشحوا للمسابقه الاقليميه. ثم كتكون مسابقه على مستوى الاقليم، ثم مسابقه على مستوى الجهه. الجهات نتاع المملكه كلها كتعطينا 156 تلميذ تمثل الفئات الأربعة، 39 كل فئة من الأول الثالث من الرابع للسادس من الإعدادي ثم الثانوي، تشاركوا في مسابقة وطنية من أجل اختيار 20 تلميذ فائز هما اللي كيتوجوا في نهاية السنة. بالنسبة لطلبة الجامعات تتكون المسابقة على مستوى الجامعات وليس على مستوى الأقاليم، على مستوى كل جامعة. عندنا 12 جامعة عمومية اليوم هي تعتبرها هي المراكز الأساسية نتاع المسابقات، وكل جامعة عمومية في المحيط نتاعها كاين جامعات خاصة، كاين مؤسسات التعليم العالي غير الجامعي. نعم. ولكن التحكيم غادي يكون على مستوى الجامعة العمومية. منين غادي تحكموا الطلبة؟ كل جامعة غتعطينا واحد العدد نتاع الطلبة تيوافق متناسب مع العدد نتاع اللي شاركوا اللي كملوا قراءة 30 كتاب. في المجموع غتكون 39 طالب جامعي اللي غادي يشاركوا في المسابقة الوطنية، غادي يتخذوا منهم 10 طلاب جامعيين اللي غادي يعتبروا فائزين. نفس الشيء بالنسبة للأساتذة، غتكون المسابقة على مستوى الإقليمي
لانه تنتمي للاقاليم، ثم على المستوى الجهوي 39 استاذ غادي يتشارك في المسابقه النهائيه على المستوى الوطني، وغادي يتخذوا منها 10 اساتذه اللي غادي يكونوا متوجين. نعم. المؤسسات الفئه الرابعه اللي تكلمت عليها اللي فيها دون النشر وفيها وسائل الاعلام وفيها الجمعيات والمكتبات والمكتبات الى غير ذلك، هادو اولا تيديروا برنامج من بدايه السنه، تيقولوا بانه هذه السنه غنشاركوا في المشروع الوطني للقراءه وغادي نكونوا كهيئه داعمه للقراءه في المجتمع. وهذا البرنامج اللي غادي نديروا مثلا هذه السنه كانوا عندنا مؤسسات اللي كانوا كيديروا تدعيم القراءه في السجون وفي الاصلاحيات في المستشفيات. نعم. كان قوافل القراءة اللي كيمشيو للعالم القروي، كانت برامج أيضا على قنوات نتاع اليوتيوب ثقافية تتقدم كتب إلى غير ذلك. المجال الإبداع في هذا الشأن مفتوح أمام المتنافسين من كل جهة، غتكون منافسة وغادي تختار واحد العدد اللي يكون متناسب مع العدد عندنا 12 جهة في المغرب، العدد نتاع المشاركين من كل جهة غادي يكون العدد متناسب معهم. في نهاية المطاف غادي نختار واحد 39 من متنافس في الصعيد الوطني اللي غادي يمروا أمام واحد اللجنة وغادي يقدموا المشاريع ديالهم وما أنجز. غادي تختاروا منهم بين 10 و20 على حساب الملفات، وهاد العشرة أو بين 10 و20 غادي يتم زيارتهم في عين المكان من أجل الاطلاع على المشاريع ديالهم كيفاش تم إنجازها والالتقاء مع الفريق، لأنه المشروع ماشي واحد، ماشي شخص واحد رئيس جمعية أو مدير مكتبة، هو الفريق اللي كيشتغل معاه. وهاد العملية تمت هاد السنة بالنسبة للدول الأولى، تم اللقاء مع 10 مؤسسات اللي تم انتقائها، ومن 10 مؤسسات تم انتقاء 5 مؤسسات اللي غتعتبر فائزه اللي غادي تكمل هذاك البانوراما اللي تكلمت عليها. 20 تلميذ، 10 الاساتذه، 10 نتاع الطلبه الجامعات، و5 المؤسسات التنويريه اللي غادي يتم تكريمها في الحفل النهائي. الحفل الختامي متى سيكون؟ ان شاء الله الاسبوع، بين الاسبوع الاول والثاني من شهر فبراير هذه السنه. بالنسبه للدورة الاولى هذه السنة ربما هي السنة الأولى تعطلنا بعض الشيء، ولكن في السنوات المقبلة الأمل ديالنا أن الحفل الختامي يكون مباشرة بعد الدخول المدرسي في شهر أكتوبر قبل ما نعطيه الانطلاقة للدورة الموالية. نعم صحيح. بما أنه بعد أيام سيكون الحفل الذي سيتوج الفائزين في الدورة الأولى، كيف كان تقييمكم للدورة الأولى من هذا المشروع أستاذ فؤاد شفيقي، وأيضا لانخراط المؤسسات فيه؟ على مستوى التعليم المدرسي كان انخراط جيد، نقدر نقول مشجع بشكل كبير، لأنه كانت بضع مئات الآلاف من التلاميذ الذين شاركوا، وبالتالي العدد أنا شخصيا فاجئني نتاع المشاركين، وهذا يدل على شيء، فإنه تدل على أن الميدان هو في حاجة لهذا النوع من المبادرات اللي كتشجع ولكن كتحفز أيضا، لأنه حتى المسابقة وما نخفيكمش سرا على أنه الجوائز المسابقة مغرية، الجائزة الأولى بالنسبة لكل فئة من هذه الفئات كتوصل حوالي 250 ألف درهم اللي هي 25 مليون سنتيم. هذه مساهمة مشكورة من مؤسسة البحث العلمي من الإمارات العربية اللي تعهدت أمام السيد وزير التربية الوطنية أنه غادي ترافق هذا المشروع مدة 10 سنوات حتى نقفوا على رجلينا، حتى نلقاو داعمين للقراءة في المجتمع المغربي وفي من الصناعيين ومن المؤسسات الاقتصادية. وأنا ذاك غادي يمكن المشروع غادي يمكن يضمن الديموم أو الاستمرارية نتاعو. نعم. الأمر الثاني هو أن بالنسبة لطلبة الجامعات المشاركة كانت متواضعة بضعة آلاف، ولكن سبب بسيط هو أنه حتى القائمين على المشروع في المكتب نتاع الرباط المؤسسة البحث العلمي ما كانش عندهم مبادرات كثيرة تجاه الجامعات، حين أنه منذ الدخول الجامعي الحالي كانت عدة لقاءات مع السادة رؤساء الجامعات ومع عمداء بعض الكليات ومدراء بعض المدارس، ونظمت انطلاقة في كلية علوم الطبية منذ أسبوعين تقريبا، واللي كانت تمنوا أن هذه السنة تكون مشاركة تاع طلبة الجامعات الآلاف. وهنا إذا سمحتوا لي ملاحظة من بين الدروس المستخلصة، من كنتكلموا على مسابقة القراءة وباللغة العربية وباللغة الأمازيغية كانت تصوروا على أن طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية غادي يكونوا هم الأكثر انخراطا. نعم. اللي لاحظنا هو أنه كاين طلبة في كلية الطب، في مدارس الهندسة،
معناه أنه الاهتمام بالقراءة باللغة العربية في مختلف المجالات نتاع المعرفة، في العلوم، في التاريخ، صحيح. في الفلسفة إلى غير ذلك، ليس حكرا على طلبة تخصصات معينة من غير تخصصات أخرى. وهذا نعم. شيء في الحقيقة يثلج الصدر. المؤسسات لم تشارك مكتبات كثيرة، شاركت بعض المكتبات هذه السنة، ولكن احنا في الحقيقة عندنا هم كبير في القيادة نتاع هذا المشروع، انه المكتبات نتاع الاحياء، المكتبات الجماعية اللي كاينة في البلديات، المكتبات نتاع وزارة الثقافة دور الشباب، يحملوا معنا هذا الهم نتاع القراءة ويشاركوا. منين يشاركوا غادي يديروا برنامج، غادي يسهروا على برنامج، غادي يقلبوا على شركاء. وبالتالي إذا شاركت معنا 100 مؤسسة، راه عشرات الآلاف نتاع التلاميذ ونتاع الطلبة ونتاع المواطنين اللي غادي يكونوا معنيين. تصوروا معايا أن هذا المشروع يستديم لمدة 5 سنوات في الانطلاقة نتاعو، كيفاش غادي يمكن تكون النتائج نتاعو فيما بعد؟ نعم، نتمنى له الاستدامة وأيضا أن ينخرط فيه المزيد. بدعمكم وبدعم الإعلام الوطني العمومي في هذا الشأن. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، الأستاذ فؤاد الشفيقي، المنسق العام للمشروع الوطني للقراءة والمفتش العام للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. شكرا أختي ديمات.